بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض التسليح في برنامج الريفت. الريفت بيدينا بعض الامكانيات للتسليح زي الريبار، الاريال باس، الفابريك اريا، زي كفر. بدينا نشوفهم كلهم مع بعض ان شاء الله. بس ساعات في بعض المشاريع بيبقى محتاجين حاجات ادفانسد، فبنضطر نسطب ادنس او بنصدر الشغل بتاعنا لبرنامج متخصص في موضوع التسليح. طيب خلينا نيجي هنا نقول له مثلا احنا عايزين نحط عمود. لما ببدأ احط عمود انشائي هو اوتوماتيك بينزل انيبل اناليتيك موديل ويبدا يبقى فيه ريبار كفر موجود اهوت، ونقدر نغير المعلومات دي. طيب هبدا احط العمود اهوت بالشكل دوت، وابدا بقى اعمل له الكفر بتاعه، واقول له استراكشر واقول له الكفر. طيب بيقول انت عايز العمود كله تغير الكفر كله مره واحده ولا عايز لجهه من جهات؟ طيب هاجي هنا ابدا اختار الاعدادات اللي انا عايزها، ده ديسكريبشن، ده سيتنج، تقدر تعمل دوبليكيت لاي واحد فيهم او تعمل اد، او ممكن من هنا تبدا تختار الريبار كفر سيتنج زي ما انت عايز. هاجي اقول له هنا العمود اهوت، هبدا اختار الكفر بتاعي اهوت، ابدا اعمل سيلكت وابدا اقول له مثلا ده انا عايز النوع دوت الاكستيرير دوت. طيب لما تعمل سيلكت تاني هتلاقي المعلومات كلها اتغيرت. طب اقدر انا عايز اغير الجزء اللي فوق مش للجزء اللي تحت او مش للعمود كله؟ ما فيش مشكلة، هاجي هنا للكفر واقول له انا عايز الجهة اللي فوق، واروح مختار اللي فوق اهوت واقول له لا ده انا عايز اغير النوع بتاعه مثلا الانتريور سليب. وبرده الجزء اللي تحت ممكن تعمله نفس الفكرة، اجي هنا اقول له انا عايز الكفر، واروح مختار الجهة مثلا اللي تحت واقول له انا عايز اغيره مثلا بالنوع دوت. طيب لو انت عايز تغير الجهة من الجهات اللي هي ديت اقول له كفر، واروح ايه قايل له جام جات، واغير من هنا واغير النوع بتاعي مثلا بالشكل ده. بس لما تيجي تعمل سيلكت المعلومه دي بيديها لك الاذر فيسز دي لما تكون كلهم نفس الحاجه، فما دام واحده بس اللي اتغيرت مش هيجيب لك اي معلومه هنا. روح مختار سيكشن واقول له جو تو فيو، وابدا اكبر. ممكن دلوقتي بقى نقول له عايزين نعمل الريبار، فاقول له ريبار، بيبدأ يقول لي اختار الحاجة اللي انت عايزها. خلينا نختار مثلا الريبار شيب، تقدر تعمل سكتش ريبار لو انت حابب. طيب كلام بس كده على الخصائص، هنا بيقول لي الشيب اللي انت عايزه، تقدر تختار الشيب اللي انت عايزه، يعني تقدر تختار التوزيع هيبقى عامل ازاي. التوزيع ده موجود اهو برضه، هل هو سنجل يعني هو بس انت عايز تحط ريبار واحد ولا فيكسد نمبر؟ مثلا اقول له 3 4 5، ممكن تقول له ماكسيمم سبيس اكبر مسافه قد ايه، او ممكن تقول له نمبر وذ سبيس، هتبدا تدي له الرقم وذ السبيس بتاعك، او ممكن تقول له مينيمم كلير سبيس، ده اقل حاجه. طيب ممكن تيجي برضه في الايديت تايب وهتلاقي في الهوك لينس انت عايز الهوك لينس يبقى قد ايه في الاخر مثلا، يبقى طوله قد ايه، ممكن تقول له اوتو كالكوليشن هو يبدا يحسبها. طيب هنبدا نقول له انا عايز اعمل التسليح بتاعي اهوت، ممكن نحطه ونبدا نخليه يتكرر زي ما احنا عايزين، يعني ممكن نقول له مثلا نخليه يتكرر مثلا 3 مرات 4 مرات. انت عايز على الكرنت ورك بلان ولا نير كفر ريفرنس، ولا عايزه فور كفر ريفرنس، ولا بليسمنت اورينتد، الاتجاه بتاعك بقى ريك تو ورك بلان ولا بارل تو كفر بالشكل دوت. ولو دوس سبيس بيتقلبوا، ممكن تخليه مثلا حاجه بالشكل دوت، تمام. نيجي طيب وهقول له انا عايز الحاجات دي اشوفها 3 دي، وابدا اعمل سيلكت عليها واقول له انا عايز اشوفها في 3 دي، وعايز اشوفها برضو في الانتري ليفل اهوت. طيب لما تيجي تدخل كده هتلاقي بالشكل دوت، تقدر تاخدهم كوبي من هنا مثلا لهنا، وبرضه من هنا لهنا. بعد كده ممكن اقول له ريبار، قال لي هنروح للسكشن وهقول له انا عايز اعمل الريبار، وابدا اختار واقول له بيربنديكولار تو كفر مثلا اهوت.
يعني ممكن تعمل سيلكت مثلا لدوت وتقول له edit sketch، يقول لك اختار الجهة اللي انت هترسم فيها، او مثلا من نورس هنبدأ نعدل السكتش بتاعنا. اقول له مثلا عايز ارسم لاين بالشكل دوت من هنا لهنا كده، اهو هو اوتوماتيك هيبدأ يعمل لك الجزء دوت الاوكي. تعالى نشوفها كده في الـ3D دي هتبقى عاملة ازاي. اهو هما كلهم خدوا نفس الاتجاه زي ما انت شايف. تقدر تعدل الشغل بتاعك زي ما انت عايز في التصميم، وهنا هتستفاد ان انت تبقى شايفها 3D، فتبقى شايف اي مشاكل بتحصل تقدر تعدل فيها لو انت حابب. طيب خلينا نرجع برضو هنا نعمل سيلكت على ديت، واقول له برضو خليها اللي تظهر في الـ3D وفي الليفل الاولاني، تمام. كل واحد فيهم تقدر تعمل اديت سكتش وتعدل فيها زي ما انت عايز، ودول برضو لما تعدل فيهم هتعدلوا فيهم كلهم مرة واحدة، تقدر تعدل فيهم تزود من فوق من تحت مفيش أي مشكلة خالص. يعني ممكن مثلا تخليها بالشكل دوت وأوتوماتيك هيعدل. بس ده كان مثال سريع على موضوع التسويق.